رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية في سانت كاترين. تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. القوى العاملة والزراعة تناقشان وضع آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة. وزير التعليم يهنئ الطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية العامة. الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 23 من يوليو. في ظل توجيهات رئاسية بتطوير منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة إلى المدينة، حيث تفقد مطار سانت كاترين واستمع لشرح حول ما يحتاجه من تطوير، كما تفقد عددا من الصوب الزراعية بمنطقة الزيتونة، بالإضافة إلى تفقد مشروع إسكاني يضم 346 وحدة سكنية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى سانت كاترين. كما كلف مدبولي بوضع تصور كامل لتنمية منطقة وادي الراحة وإنشاء مدينة سياحية متكاملة بها. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا بيانيا سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح. أوضح التقرير أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانونا. التقى وزيرا القوى العاملة محمد سعفان ووزير الزراعة السيد القصير لبحث وضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه الفئة بقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والداجنة، وتنظيم اجتماعاتها لاستحداث آليات ومقترحات يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة. هنأ وزير التربية والتعليم طارق شوقي الطلاب وأولياء الأمور بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالشكل التقليدي في ظروف استثنائية بسلام وبأقل العقبات، معربا عن شكره وامتنانه لمنظومة التعليم وكافة مؤسسات الدولة. أتي ذلك بعد أن أدى طلاب الثانوية العامة من شعبة الرياضيات اليوم امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية في آخر أيام امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة. أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. بالمناسبة، أعلنت وزارة الثقافة احتفالية كبرى على مدار 3 أيام في الأسمرات لقصور الثقافة وأغاني وطنية في الأوبرا والمتاحف مجانا للجمهور، ووثائق نادرة وإصدارات رقمية وندوات مسجلة من دار الكتب، وتخفيضات على مطبوعات القومية للترجمة تقام جميعها طبقا للإجراءات الاحترازية التي تم التعرف عليها حرصا على السلامة العامة. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية.